بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن أعمال يوم الجمعة. نعم. الحمد لله. يسن التبكير ليوم الجمعة، يعني يخرج من الساعة بعد إشراق الشمس من الساعة الأولى. نعم. نعم. كذلك الاغتسال. يتطيب الرجال. قراءة سورة الكهف. الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدنو من الإمام. لا، إذا صعد الخطيب إلى المنبر لا يتكلم أحد حتى بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ينصت لخطبة الإمام. ينهى عن الجلوس هكذا، هذه الجلسة ينهى عنها وقت الإمام يخطب. نعم. أو يفرق على أصابع أو يشبك بين أصابع. يخطب بهم الإمام خطبتين قبل الصلاة. ثم يصلي فيهم ركعتين. يجهر فيهما بالقراءة. يسن كذلك الدعاء يوم الجمعة، لأن في ساعة، يوجد ساعة في يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب. اختلف العلماء فيها، من أصح الأقوال تقريبا أنها قبل غروب الشمس يوم الجمعة. نعم، بساعة تقريبا. فنجتهد في يوم الجمعة.